بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا يا أطباء، يا رب تكون بخير وصحة وعافية. محاضرة جديدة من مادة الميكروبيولوجي، بس بالبداية إذا الصوت واضح كتقولي أوكي حتى نبدأ المحاضرة إن شاء الله. أوكي أطباء، مثل ما قلت لكم أكو مشاكل ما أعرف بالنت، هل هي لوكال عندي أو هي بصورة عامة بالعراق كله، ما اعرف صراحه. بس بكل الاحوال في حال توقفت المحاضره نحاول نرجع نكمل، اذا صار اكو مشاكل دائما ممكن ان شاء الله تاجل المحاضره على باشر او ننزل تسجيل، يعني المهم ان شاء الله نشوف الى حد، بس المهم نكمل الماده المطلوبه من عندنا هذا الاسبوع. اوكي تمام، اذا نبدا محاضرتنا بالمحاضره السابقه. بعد ما كملنا البكتيرولوجي انتقلنا الى المايكولوجي وعرفنا تصنيفه على اساس المورفولوجي، قلنا اكويست وكومول، وعرفنا شنو الدايمورفيك فانجاي، حكينا عنها بالتفاصيل. واضافه الى هذا قسمنا الفانجل انفكشن على اساس المانيفستيشن مالته او السيفيرتي، قسمناه على سيستميك فانجل انفكشن، وحكينا بهذا بالسيستميك. طبعا قسمناه سيستميك فانجل انفكشن، وعندنا ديرماتولوجيكال او سكن انفكشن، اكو سبكوتينيوس انفكشن، واكو اوبورتشنستيك ان شاء الله راح نمر عليه. السيستميك فانجل انفكشن حكينا عن هيستو، يعني جروب مجموعه اكثر من واحد، بس المهم قلنا ضروري نعرف انه التشو فور مالته شلون يقول يكون قايل. مثلا هيستوبلازما قلنا عباره عن شنو؟ عباره عن ماكروفيج فولد وذ هيستوبلازما، وشفنا الشيب مالته. البلاستومايسس شفنا عباره عن برود بيست بادنج، هذا الشيب مالته ايضا شفناها. والكوكسيديودس حكينا وشفنا قلنا عباره عن هو سي فهي سفيريول. واخيرا حكينا بالباراكوكسيدومايكوسيس اللي يكون الشيب مالته عباره عن كابتن ويل ابيرنس، وكملناها. اذا بعد ما كملنا السيستميك فانجل انفكشن ننتقل الى جروب جديد من الفانجل انفكشن اللي هي ديرماتولوجيكال اور كوتينيوس فانجل انفكشن، اللي هي عاده تكون بيها المانيفستيشن مالتها بالسكن. وبهذا عندنا تو جروبس، جروب الديرماتوفايتس واللي هي نفسها التينيا، واكو جروب ثاني نسميها بتيرياسيس، احيانا يسموها ايضا تينيا بس هي ميلي يسموها بتيرياسيس، وان شاء الله نمر عليها. التينيا عادة أو الدرماتوفايت، ليش سميناها درماتوفايت؟ لأن هي درماتولوجي عبارة عن skin manifestation cutaneous infection. الدرماتوفايت عادة تشمل عندنا 3 groups اللي هي مايكروسبورم، ترايكوفايتون، وإبيدرماتوفايتون. طبعا بالدرماتولوجي مر عليكم هواية كانوا يقسموها هاي involve skin ونيل وهير وتفاصيل، هنا أنت ما مطالب، مجرد أن تعرف التينيا هي نفس الدرماتوفايتس. واحنا احيانا نقسم عندنا تشمل مايكروسبورم، ترايكوفايتن، وابيدرماتوفايتن. اوكي زين، الشيء مالته شنو يكون؟ دائما احنا بالفنجال قلنا دائما نهتم بالشيء بالشون، ليش؟ لان يعني لنا هوايه، ممكن انت دائما بالمايكولوجي معرض تشوف صوره ويسالك على اساسه. اوكي فبالتالي بعد ما عرفنا هي المانيفستيشن مينلي بالسكن ولهذا نسميها درماتوفايتس، عرفنا هي الجروبس انكلود وات، الشيب مالتها عباره عن برانشنج سبتيتد هايفي، ومثل ما تتذكرون احنا قلنا هاي الهايفي بها برانشنج، من تكون سبتيتد يعني هنا اكو سبتيشن. اوكي وهذا الشيب قدامكم مالتها تشوفون هاي البرانشنج، طبعا هي السبتيشن مو كلش واضح بس ضروري تعرف انه هي برانشنج سبتيت هايفي. اوكي عاده اكو شيء يسموه كي او اتش بريبريشن اللي نشوفه بي، مو ما يعني انه كلش زين. البرزنتيشن مالتهم شلون يجي؟ عادة الكون برزنتيشن انه يجوك بروريتس، يعني يجوك اتشنج، يعني يجوك حكه بالسكن. اوكي؟ اضافه الى هاي بكل منطقه بالبادي فد لها سبيسيفيك مانيفستيشن، راح نشوف احنا عادة تينيا او الدرماتوفايتس راح نقسمها على اساس يا بارتس اوف بادي انفولفد. اوكي؟ فبالتالي كل مكان راح يكون له فد سبيشال مانيفستيشن. تمام؟ اول شيء نحكي عنه التينيا كابيتس اللي هي عاده تكون يعني معناها بالهيد. اوكي انفولف الهيد او السكالب، يعني هم نشوفها بالهيد. زين شنو المانيفستيشن مالته؟ احيانا راح تشوف لمف ادينوباثي حسب الاريا انفولف، ممكن راح تشوف بوست اوريكولار، ممكن سيرفايكال حسب الاريا انفولف من السكالب واللمفاتيك درينج، بس المهم احيانا تكون وياها لمف ادينوباثي. بس الاهم تعرف انه هي وياها الوبيشا، يعني اكو وياها هير لوس، وهاي الشيء مالتها قدامكم تشوفون هاي اكو الوبيشا. اضافه الى هاي اكو سكيل، والسكيل هو احنا ايش خلينا نقول مثل القشور هاي اللي تشوفوها. اوكي فبالتالي التينيا كابيتس هي عباره عن هيد، عباره عن سكالب انفولفمنت،
associated with left adenopathy alopecia يعني hair loss اضافه الى هاي اكو سكيل اكو مثل كانه يعني اكو يقول لك مثلا البشره ما تقدر تتقشر اوكي اضافه الى هاي مثل اي تينيا قلنا ممكن البيشنت يجيك وياها بروريتس اذا هاي تينيا كابلز واضحه زين اذا كانت انفولد مو الهيد البادي او يسموه التورس التورس يقصدون بيه الترانك اوكي شنو راح يجي المانيفستيشن اول شيء راح يسموها تينيا كوربورس اوكي هاي انفولد البادي او التورس اللي هي الترانك زين ايش راح يجيك المانيفستيشن مالته عشان يجيك شيء يسموه كانه تارجت ليجن يعني شلون راح اشوف عباره عن ارثيمتس ليجن اوكي واضافه لها مثل شلون هاي ويا سكيل اوكي بس اكو شوف السنتر مالتها كلير تكون كانه تارجت ليجن وهاي اذا قدامكم تشوفوها تشوفون السنتر مالتها كانه كلير اقل احمرار من البريفري مالتها اوكي واضافه الى هاي هي اكيد راح تكون وياها سكيلي ليجن اضافه الى هاي راح تكون وياها اتشنج اوكي وعاده تكون ممكن واحد ينتقل عن طريق كونتاكت اوكي المهم ما يعني شيء يعني انه تعرف التارجت ليجن راح تمر علينا هوايه ان شاء الله بالدرماتولوجي نحكي بس واحده من الديفرنشال دايجنوستس تفكر بيها هي كوتينيوس مايكوسيس اوكي تمام ننتقل على الجروب الثالث واللي هي يكون حكينا بالهيد حكينا بالبادي الجروب الثالث يكون involved بالانجوانال ريجن واحنا هاي نسميها التينيا كروريس اوكي عاده يكون بالانجوانال ريجن وهاي الصوره قدامكم اوكي طبعا راح تشتفرق عن مال بادي ما راح اشوف بها السنترال كليرنج راح اشوف عباره عن جاست ريثميتس ليجن بس without central clearing اوكي واضافة الى هاي البيشنت ممكن يجيك باتشنج ممكن اكو سكيلي ليجن احيانا يجي زين الموست كمان وان اللي تشوفه وكلش تشوفه وهواية هواية عندنا نشوفه عادة ما اعتقد اكو طالب كلية طب ما شايف هاي اللي هي تينيا بيدس وهاي يجوك هواية خصوصا اللي داوم اللي يشوفون استشارية الدرماتولوجي يجوك هواية انه يجيك دكتور عندي فد بين اصابع رجلي اكو مثل دا يطلع قشره وتحكني وما ادري شنو هاي كلش تشوفها هي هاي يسموها تينيا بيدس اللي هي البيدس نقصد بها تكون بالفوت اوكي طبعا هي بي فرايتي اول وحده واللي هي الموست كمان واعتقد غالبيتكم شايفيها تكون انتر ديجيتال يعني بين الاصابع اوكي يجيك البيشنت تيبيكال انه عاده المشكله وين المشكله ذولا مثلا رجليهم رطبه ويجون مثلا يلبسون فوقها مباشرة هاي ممكن تكون good area for fungal infection فعادة ذول دائما يعني ينصحوهم مثلا إضافة لها ممكن تنطي topical treatments بإضافة لها تقول دائما تحاول لا تخلي هاي الاريا moist تحاول تبقى dry لا تخليها رطبة أوكي فبالتالي كلش كمان تشوفوها هذه التينيا بيدس مثل ما قلنا الموست كمان اللي هي انتر ديجيتال اللي هي بين الاصابع عاده تكون ويجيك البيشنت تيبيكال فيتشر يقول لك دكتور هاي المنطقه تتقشر وعندي بيها حكه يعني هاي تيبيكال برزنتيشن مالتهم اضافه الى هاي اكو شيء يسموه موكاسين ديستريبيوشن هذا عباره عن ديستريبيوشن مالته يعني اكو صوره اعتقد طبعا هذه اللي قدامكم هذه بالصوره هي الانتر ديجيتال تشوفون بين الاصابع يجيك تيبيكال هاي الوايت ليجن وممكن بيها سكيلي وتكون اتشنج الموكازين ديستريبيوشن على البريفري يعني هي طبعا الموكازين هو نوع من خلينا نقول الشوز او هيك اللي تلبس فتكون عاده الديستريبيوشن مالته على البريفري مال فوتس اوكي هاي التيبيكال واكو طبعا اكو فيزيكولار تايب تكون عباره عن فيزيكولار ليجن وهذا مو مهم وقليل تشوفه والنوع الاخير من التينيا حتى نختم قصه التينيا كلها يسموها التينيا انجيوم اللي هي عباره عن عاد تكون تكون involved بالنيل تشوفها بالأظافر وتشوف عادة destruction يسموها onchomycosis اللي شو اسمه تشوفها فد destruction بالنيل أكو عبارة separation بالنيل هي هاي التينيا إذا حتى نلخص الدرماتوفايت بصورة عامة قلنا إحنا هي سميناها cutaneous mycosis أو نسميها تينيا أو dermatophyte ليش لأن mainly involved the skin زين عندنا طبعا هي جروب مو سنجل اورجانزم ممكن عندنا مايكروسبورم عندنا تراكوفايتن عندنا ابدرماتوفايتن طبعا راح تكون اكو كتب تصنفها انه حسب الانفولد البادي سوري سكين نيل او هي طبعا بس احنا ما يعني لنا شيء الشيء مالتها هي عباره عن برانشنج سبتيتد هايفي اوكي زين البرزنتيشن الكمان تشوف انه اكو بروريتس واحيانا سكيلي ليجن يبقى حسب
قسمناها على اساس البادي، ممكن اكو بالهيد نسميها كابيتس وتكون عاده ويا هير لوس، وعندنا لنفاتينوباثي وعندنا سكيلي ليجن وبرايتس، وشفنا هذا الشيء مالته. ممكن انفولد البادي، وهاي نسميها تينيا كوربورس اللي هي نشوف بها مثل التارجت ليجن، يكون ارثيميتس ليجن وذ سنترال كليرنج. اكو تينيا كوربورس اللي نشوفها عاده باللينجوانال ريجن، وهاي نشوفها بس الفرق ما نشوف السنترال كليرنج. واخيرا عندنا نوعين، اكو بيدس اللي هي اللور الفوت انفولفمنت، والموست كومن تايب تكون انتر ديجيتال تشوفها بين الاصابع، وهاي كلش كمان نشوفها هوايه. واخيرا ممكن انفولف النيل، هاي بالنسبه للتينين او نسميها ايضا درماتوفايتس نفس الشيء. زين الفنجل الثاني او النوع الثاني اللي يسوينا كوتينيوس مايكوسيس او خلينا نقول فنجل سكين انفكشن، هو نسميه بترياسيس فيرزوكولار. اوكي طبعا اكو يسموها تينيا بس احنا الكمان انه تسميها بتريازس فيرزوكولار. هاي اذا اقول لك كلمه واحده اريد تطلع منها تطلع بكلمه هايبوبيجمنتيشن، يعني تشوف فيها اكو فد هايبوبيجمنتد ليجن، وهاي تشوفون الصوره قدامكم هايبوبيجمنتد ليجن. ليش دي يصير هايبوبيجمنتيشن؟ هسه راح نمر عليها ونفهم. اوكي مثل ما قلنا بترياسيس هم يسموها مالاسيزيا، وهاي اعتقد مرة عليكم مالاسيزيا فرفر كانت الاورجانزم اللي سوى هذا الديزيز. اوكي فبالتالي هي بترياسيس فيرسيكولار او الاورجانزم المسؤول عنها هم يسموها مالاسيزيا. اوكي زين هذا عبارة عن ييست لايك فانجس، واحنا نعرف شنو معنى ييست. اوكي عرفنا شنو مولد وعرفنا شنو ييست. اوكي زين وضافة لهاي، وهاي النقطة مهمة، هي نوت درماتوفايت، يعني ما تنتمي لجروب الدرماتوفايت اللي حكينا مايكروسبورم ودرماتوفايتن وهاي القصة، لا هي عبارة عن جروب واحد. صح يسوي كوتينيوس فنجل انفكشن بس ما تعتبر ضمن الدرماتوفايت، هي جروب واحد، ذاك درماتوفايت ذاك تينيا وهذه بتريازيس او نسميها مالاسيزيا سبيشيز. اوكي زين الميكانيزم اوف هايبوبيجمنتيشن شلون؟ عادة هاي ال فنجل عندها فد ايبلتي فور ديستركشن اوف ليبيد. ليبيد وحده من البرودكت، هسه احنا مثلا عندنا ليبيد، من تسوي ديستركشن للليبيد وحده من الاشياء اللي راح يصير بها ريليزنج فاتي اسيد. اوكي الاسيتيك انفايرومنتس هاي راح تسوي ديستركشن اور كيلنج للميلانوسايتس، اضافه الى هاي انهبت انزام يسميه تايروسينيز. ان شاء الله نمر على البايوكيمستري ونفهم شنو التايروسينيز بالديتيل، بس المهم تعرف انه التايروسينيز اكو عندنا تايروسين اللي هو عباره عن امينو اسيد، هذا انفولد بالميلانين بيجمنت سينثيسيس، الميلانين اللي هي البيجمنت اللي تعطينا لون السكن. اوكي من اكو ديفكتس بالميلانين سينثيسيس ريجاردليس ذا كوز راح يصير عندنا هايبو بيجمنتد ليجن. اوكي فبالتالي هاي الفنجل سوري راح تسوي لنا دمج للليبيد، راح تسوي ريليز اوف فاتي اسيد، هذا الفاتي اسيد او الاسيديك انفايرمنت راح يسوي انهبيت اكتيفيتي اوف تايروسينيز، فبالتالي راح يقل عندنا ميلانين برودكشن، بالتالي راح يصير عندنا هايبو بيجمنتد ليجن مثل ما نشوف هذا. تشوفون هاي المنطقه البياض الهايبو بيجمنتد ليجن يكون عاده يعني تشوف اللون مال السكن اخف من البقيه. اضافه الى هاي احيانا يسوي لنا هايبر بيجمنتيشن. ليش يسوي لنا هايبر بيجمنتيشن؟ طبعا الميكانيزم مو كلش معروفه، بس واحده من السجستشن انه ممكن نسوي انفلاماتوري ريسبونس وزيد لك الاكتيفيتي اوف ميلانوسايتس، طبعا بس هو ريرلي، موستلي من يجي البرزنتيشن يجيب لك بهايبو بيجمنتد ليجن، لان هاي الكومن ولان يعني خلينا نقول الميكانيزم مالته معروفه. والنقطه المهمه ايضا تعرف انه هي عاده البرورايتس مالتها اقل من الدرماتوفايتس. اوكي زين هاي شو وقت تشوفها؟ عاده نشوفها بالهوت هيوميد وذر، يعني نشوف عاده وقت الصيف تشوف هذا البرزنتيشن مال تجيك بيشنت يقول لك دكتور، مثلا فيميل بيشنت او ميل بيشنت يقول لك دكتور انا عندي هاي المنطقه دا احس مثلا احيانا برورايتس، بس مين يقول لك دكتور احس اللون مالتها اقل من الباقيه. شلون نعرفها احنا؟ طبعا هم ياخذون عباره عن ياخذون من هاي المنطقه خلينا نقول ويجون يفحصوها اندر مايكروسكوب، راح يسموه سباجيتي عن ميت بول ابييرنس، يعني تشوفون هذه قدامكم هذه يسموها كانه كره لحم ميت بول ابييرنس هذه، واضافه لهذه تشوفون هاي كلها كانه مثل سباجيتي. اوكي هاي بالمايكروسكوب. اذا البتريازيس فيرزيكولار او الملاسيزيا اذا بدنا نطلع منها بكلمتين
تعرف انه هي هاي اوجمنتد ليجن، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هاي سباجيتي اند ميت بول ابييرنس، كلش مهم تعرفها. التريتمنت مالتها عاده اكو شيء يسموه سيلينيوم سلفايد، واضافه ممكن تنطي توبيكال انتي فانجل ميديكيشن، وان شاء الله راح نمر بالانتي مايكروبيال نحكي عن الانتي فانجل ميديكيشن بالديتيلز. اذا حتى نلخص كل اللي حكيناه بالنسبه للكوتينيوس فانجل انفكشن، حكينا عن تو جروبس. الجروب الاول هي الدرماتوفايتس، هي نفسها التيني، قسمناها قلنا انكلود 3 جروبس، وحكينا انه موستلي يجيك البيشنت ببروريتس، قسمناها على اساس البادي، يعني خلينا نقول مثلا كابيتس قلنا شنو المانيفستيشن مالته، كوربورس كروريس، حكينا عن انجيوم، حكينا اخر شيء عن بيدس، وهو اهم شيء تعرف انه الماسكه مالجي بالانتر ديجيتال اريا. الشيء مالته شنو يكون؟ عباره عن برانشنج وبيها سبتيشن. اوكي هاي النقطه. حكينا بعدها عن البتريازيس فيرزيكولار، وقلنا المهم تجيك عاده بهايبوبيجمنتد ليجن. اوكي هاي النقطه الاساسيه، فلهاي تشوف الشيء مالته كانه سباجيتي عند ميت بول ابييرنس. اوكي والتريتمنت مالته عباره عن سيلينيوم سلفايد وتوبيكال، واحيانا نعطي اورال انتي فانجل ميديكيشن بالنسبه للكوتينيوس فانجل انفكشن. اوكي اطباء اي سؤال؟ تمام. ننتقل بعدها مثل ما قلنا كمان سيستميك فانجل انفكشن، حكينا عن الكوتينيوس فانجل انفكشن، ننتقل على جروب جديد اللي هي سب كوتينيوس مايكوسيس او سب كوتينيوس فانجل انفكشن. طبعا هاي حتى احيانا ما يصنفوها هذا التصنيف، بس احنا دائما نعتمد على تصنيفات الفيرست ايد مثلا وكابلان. اوكي طبعا هذا بجروب واحد او اورجانزم واحد وكلش مهم، وحتى نلخصه بكلمتين وراح نحكي التفاصيل مالته. هذا الاورجانزم يسموه سبوروثريكس سكانكاي. هذا شنو النقطة الأساسية؟ يسموه ديزيز روز جاردنر ديزيز. ليش؟ لأن عادة التيبيكال يجيك مثلا واحد وحدة مثلا كانت تشتغل بالحديقة أو شيء، ويقول لك دكتور أنا تشكيت مثلا يعني بشوكة من الموجودة مال الأزهار أو هيجي. هاي التيبيكال يجيك البرزنتيشن كأنه إذا تتذكرون حكينا عن مثلا التوليريميا، أو حكينا عن مثلا الباستريلا، أو حكينا عن يعني هواية مثلا عن البايت، يجيك بالسايت ممكن نشوفها ريثميتوس ليجن سيلولايتس، وإضافة إلى هاي لنف أدينوباثي. بس الفرق هذا البيشنت البرزنتيشن مالته ينطيه فكرة إنه هو عبارة عن أكو فد شو اسمه عنده فد كونتاكت وذ، يعني مثلا يما يكون هو جاردنر، يما مثلا كان يشتغل بالحديقة، فينطيك بال هيستوري هاي تيبيكال بريزنتيشن. تيبيكال يقول لك هيجي انه كان عنده صار فد عنده فد ليجن عن طريق ثورن، عن طريق شو اسمه الشوكه من هاي مال الازهار. هاي النقطه الاساسيه، النقطه الاساسيه اللي هذا يسموه روز جاردنر ديزيز. اوكي فبالتالي اذا نركز بكلمه واحده هاي الكلمتين كلش مهمه. اوكي زين نجي شنو هو الاورجانيزم؟ هو عباره عن دايمورفيك فانجس، واحنا حكينا عن شنو دايمورفيك فانجس، وحكينا هواية انه هو ييست بالبيست يعني بالبادي تمبرشر هو ييست، وبالكولد يكون مولد. هاي حكينا عنه هواية ذاك بالمحاضره السابقه. اوكي هاي النقطه عاده وين نشوفه؟ السبورز مالته الاورجانيزم هو يسموه سبور ثريكس، عاده انتدروس شلون بالتروما. يجي يكتب كان انوبيشن كان يشتغل بحديقه او شيء وصار عنده مثلا تروما، قال لك دكتور انا تشيكيت شي، هاي التيبكال برزنتيشن، لهذا يسموه روز جاردنر ديزيز. زين شلون راح يجينا البرزنتيشن؟ بالسايتس اوف ايش اسمه السبور راح يجيك البيشنت عاده شنو؟ عباره عن بس شرار ليجن، يعني يجيك ممكن تشوف ليجن الفيتد ليجن من السكن وبيباس، احيانا احيانا تشوف السر، واحيانا تشوف نوديول. اضافه الى هاي هذا السايت. اوكي هاي قدامكم الصوره لشوفها، من تصعد على الريجنال لينف نود انفولفمنت، مثلا خلينا نقول اذا مثلا بالابر لينف تروح على الاكزيلر لينف نود راح تشوف مثلا لينف ادينوباثي لينف نود انلارجمنت. زين
اذا لا مثلا باللور لم ممكن تشوف بيشنت ان جواينال ليف نود انلارجمنت حسب يبقى. طبعا هذا الديزيز اذا بيشنت اميون كومبتنت جود اميونيتي راح مجرد ممكن لوكال ليجن ولمفادينوباثي وذاتس ات. بينما اذا كان بيشنت اميون كومبرومايز مثلا ايدز بيشنت اون ثيرويد ثيرابي بيشنت اون كيمو ثيرابي وكل تفاصيل الاميون كومبرومايز ممكن راح يصير له وايد ديسيمينيشن. اوكي هاي حكينا عنها واي بالفنجل انفكشن. اوكي زين يبقى التريتمنت مالتها شنو؟ ممكن نعطي تراكنازول او شيء يسموه بوتاسيوم ايودايد. اوكي طبعا هذا شنو هذا؟ جاست اذا كان بيشنت كوتينيوس ولمف كوتينيوس يعني لوكال انفكشن. يبقى مثل ما حكينا اذا كان وايد ديسيمينيشن ديزيز نبقي ننطي لازم سيستميك تريتمنت. وحكينا مثلا دائما حكينا بس ديسيمينيتد ديزيز ننطي عاده افوتريسين بي. حكينا مثل البقيه زين. وهو دائما يقول لك انه ثينك اوف روز جاردنر اللي هو ديزيز روز جاردنر ديزيز سيجار يقصد الشيب مالته سيجار شيب. اوكي هاي النقطة الأساسية. وعادة بوت يعني يقصد انه البيشت عادة تروماتيكلي انتدوس باي شنو ثور يعني عادة هاي الشوكة او شيء مال الازهار تشوفه. اذا سبوروثريكس حتى نلخصه بكم كلمة تشوفه عادة بواحد جاردنر او واحد يعني لازم ينطيك فكرة انه البيشنت كان عنده فد انفولفمنت الشغل بحديقة او شيء. اوكي زين فبالتالي الديزيز هو روز جاردنر ديزيز مثل ما قلنا هاي اللخصه روز جاردنر ديزيز. روز جاردنر ديزيز راح يعطينا فكره عن التيبيكال بيشنت من هو الشيء مالته مثل ما احنا قلنا دايمورفيك سيجار شيب. اوكي وبوت يقصد بها انه التريتمنت مالته عباره عن نتراكنازول وبوتاسيوم ايودايد. اوكي اذا هذا الديزيز بصوره عامه ما انسى هو روز جاردنر ديزيز. هاي تلخص لك هواي كلمات وهواي معاني the presentation مالته local بالسايت اوف بايت خلينا نقول او سوري بالسايت اوف ثورن. راح نشوف عادة البيشنت عنده باستشولار ليجن السر ليجن نودولار ليجن وباللمف نود انفولف بالبادي راح نشوف لمفاتينوباثي. هذا اللخصه بالسبكوتينيوس مايكوسيس. ودائما يعني دائما انت احيانا نقطه اساسيه احنا من تقرا بالهيستوري احيانا يجيك مثلا 25 years old male patient احيانا قبل الميل بيشنت او بعده يقول لك مثلا جاردنر. احنا بالبدايه عاده ما نركز على هاي بسرعه. العمر يفرق لك هواي شغلات كديزيز اضافه الى هاي احيانا يعطيك فد فكره مثلا يقول لك انه هذا جاردنر وراح احكي لك تيبيكال برزنتيشن. انت اذا ما مركز بالبدايه على هاي الكلمه راح يضيع عليك السؤال لان بالنهايه كلوكال مثلا السر ليجن ولمفادينوباثي اكو ديفرنشال دايجنوستس بجد الدنيا. فبالتالي انتم ركزوا على كل كلمه بالسؤال ممكن تعين لك هواي شغلات. اوكي بالنسبه للكوتينيوس وسب كوتينيوس مايكوسز. اوكي اطباء هذا اوكي حتى نمشي اليوم هاي.